بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حسام اسماعيل، مدرس امراض القلب بجامعه جنوب الوادي ومدير وحده قسطره القلب مستشفى قنا الجامعي. في الحقيقه النهارده احنا في ميتنج عن طريق دواء من الادويه اللي هو ظهرت الفتره اللي فاتت واللي عملت طفره في مجال امراض القلب ومجال الذبحات الصدريه والجلطات جلطات القلب، وهو دواء اسمه البريليك. والبريليك ده من الادويه اللي هي للسيوله اللي بيستخدمها مريض القلب واللي بتنفعه في العلاج بتاعه وتبقى من الاساسيات بتاعته. في الحقيقه الفتره اللي فاتت الجايد لاينز اتغيرت وضافت اشياء كتيره، منها الادويه الحديثه اللي هي الادويه العالميه واللي نزلت حاليا دلوقتي عندنا في مصر. والادويه دي مهمه جدا، واحنا بننصح دايما الاطباء ان هم يستريكت الجايد لاينز. النهارده بنتكلم على ترايلز مهمه، التري ترايلز اللي بتدي فرصه للدواء ان هو يستخدم بعد في حالات الاكيوت كورونري سندروم والاستيمي بيشنت بعد الليتك ثيرابي. عشان كده بنقول او نصيحه لاطبائنا ان هم دايما يفولو الجايد لاينز او الارشادات الطبيه العالميه عشان نبقى ابديت دايما بكل ما هو حديث في مجال امراض القلب، الذبحات الصدريه والجلطات القلب، عشان نقدر نرعى مرضانا بكل خير وسلام. شكرا.